فيروس فلورونا في تونس، شنو الفيروس هذايا على وزن كورونا؟ ما هو شنو بالضبط الفيروس هذايا؟ شنو هي مدى خطورته؟ وهل يمكن انه ينتشر ويولي معناتها عنده خطورة كبيرة وكبيرة جدا؟ دكتورة أمين سليم المختص في علم الفيروسات وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا. دكتور مساء النور ومرحبا بك. اهلا وسهلا، شنو احوالك؟ فيكم الاستدعاء، ان شاء الله لاباس. شكرا. نطمنكم مع الفيروس فلورونا ان شاء الله. شنو هو فلورونا دكتور؟ شنو بالضبط الفيروس هذايا؟ هلا، فلورونا هي كلمه معناتها متركبه بزوز اسامي نتاع فيروس. الاسم الاول هو فلو، فلو معناتها يجي من انفلونزا، معناتها الفيروس نتاع الغريب. والكلمة الثانية أورونا، معناتها قطعة من كورونا فيروس، معناتها الفيروس تاع الكورونا. تجمعوهم مع بعضهم، هو ماهوش فيروس واحد أما زوز فيروسات، فيروس تاع الغريب اللي قاعد يدور توا في تونس في البلاد، والفيروس كورونا معناتها السلالة الأوميكرون اللي زادة قاعدة تدور وقاعدة تعمل موجة خامسة في البلاد. معناتها هذايا الشخص، معناتها هذايا الشخص دخلوا له زوز فيروسات مع بعضهم. يعطيك الصحة، فهمت بالدا، معناتها سي حاجة ماهيش عادية، أما تنجم تصير في بعض الساعات وقت اللي تصير في واحد مع ماهوش ملقح ساعة ضد أما الغريب ولا الكورونا، معناتها مش ضد زوج الفيروسات، معناتها هذاك يسهل له معناتها الأعراض نتاع زوج الفيروسات هذوما. في حكاية الأعراض معناتها يعطي نوع نتاع الغريب شوية بارابور للغريب العادية، معناتها في عوض تبرع بعد 4-5 أيام يغلق جمعة تقريب، كان عندك مناعة باهية في جمعة معناتها بشوية تعب وشوية سخانة وشوية كحة تبرع بعد الجمعة. المشكلة اللي نعطيها هو راك يجي عند واحد عنده أكثر من 60 سنة ولا واحدة ولا معناتها عمر كبير ماهوش ملقح ضد الفيروسات هذوما وعنده المناعة ناقصة. هذاك علاش ننصحوا الناس فوق ال 60 سنة يلقفوا ضد الغريب سنة، خاطر الفيروس تاع الغريب فما زوج فيروسات تاع الغريب قاعدين يديروا مختلفين، لاش اين ان ولاش 3 ان 2، معناتها ينجموا يقلقوا الناس ويعطيوا أعراض قوية يوصلوا لهم للنعاش. وسلالة الميكرون أنا ما عملش الدوز الثالثة نتاعو، خير يعملها في أقرب وقت باش يمنع من معناتها التجميع نتاع زوز فيروسات الا يدخلوا مع بعضهم في البدن وينجموا يقلقوا. بون، فماش برشا حالات في العالم، معناتها شفنا الاستاتيستيك، وفما ثلاث حالات في اسرائيل، فما ثلاث حالات في البرازيل، ثلاث حالات في امريكا الجنوبيه، اما كلهم معناتها لاباس عليهم، ما صارت لهمش مضاعفات معناتها كبيره، ولا ما عملوش مضاعفات كبيره. دونك هذيك حاجه ماهيش عاديه، تنجم تصير كما صارت معناتها قبل شويه وقت اللي كان عندنا الدلتا، وجاتنا الفيروس تاع البرونكيوليت تاع الصغار، انا عبيت الفلترات تاع الصغار. دونك ينجموا يمرضوا بزوز فيروسات صغار، اما ينجم معناتها يصير. وينجم ينتشر هذايا ولا هي حالة معزولة دكتور؟ تقعد حالة معزولة؟ نعم، ينتشر كما الفيروسات الأخرين، معناتها كما الفيروس نتاع الغريب، كما الفيروس نتاع الكورونا بالكحة. دونك ينجم يعدي معناتها، معناتها فلورونا ينجم أكيد معناتها مقنع بالحكاية هذه، معناتها ما يحبش يمرض بزوز فيروسات مع بعضهم، يلبس كمامة ويحاول يكون ملقح ضد زوز فيروسات. انت هذاك هو الحل اليوم، خير لاباس عليه، ما يقلقوش. هو احنا الاصابه اليوم اللي صارت لشاب في مقتبل العمر، معناتها اللي صارت في تونس، ماهوش كبير في العمر يعني. اي دونك ما كانش ملقح، وعلاك علاش عملها المرضى هذه زوج. ناكدوا على انه مش ملقح، مش اليوم الناس زادت تحتاط وتمشي تلقح، عاد حتى كان صغير في العمر اليوم تنجم تسيسي بكل. نتكلموا عليكم هذاك باش نفيقوا الناس، معناتها برشا فيروسات يدوروا، فما شكون المخطر وشكون اقل خطوره، انا زوج المخطرين هما الغريب والكورونا اللي يطلق فينا توا عامين. دونك الناس لا يعرفوا رواحهم، زوج فيروسات هذوما ينجم يقلقها، موجود الفاكسان تاع الغريب وموجود الفاكسان تاع الكورونا،
مصعب كان يمشي إلى قحلة روحه وإن شاء الله لباس. إن شاء الله لباس للناس الكل. هذا فلورونا فيروس اللي عطاونا اليوم مع دكتورة أمين سليم. عطيكم فكرة عن الفيروس هذا، هو إصابة متاع شخص بزوز فيروسات ألفوا، فيروس الجريب والفيروس متاع الكورونا. قال اليوم الناس اللي مش ملقحة ضد الكورونا والكبار في العمر زاد مش ملقحين ضد الأنفلونزا ضد الجريب، اليوم ينجموا يتقلقوا ويتصابوا بالفيروس هذا. دكتور أمين سليم عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، المختص في علم الفيروسات.